أعزائنا المشاهدين، نرحب بكم مع بداية هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مجلس الشعراء. في البداية بودي أن أرحب بزملائي الشعراء المشاركين معي في هذه الحلقة. حياكم الله يا نشامة. الله يمسيكم بالخير. يا مرحبا ومسهلا. يا مرحبا. يا مرحبا. نبدأ هذه الحلقة بقصيدة من الشاعر محمد بن فناطل الحجايا من المملكة الأردنية الهاشمية. سك الله بالخير أبو سامر. الله يمسيك بالخير أبو محمد. سمعنا القصيدة اللي عندك. والله أنا عندي القصيدة وطنية. أبدي بسم الله قولا مختصر، وعذت به من كل شيطان رجيم، ويوم عيدك يا قطر شعري حذر، فيض قلب للعرب نبضه سليم. سليم. يا سلام الله على دولة قطر، حاكمه والشعب واللي به مقيم، دولة انحازت مكان المعتبر، وخطها لجل العروبة مستقيم. مستقيم. صيتها الطيب على غيرها ظهر، كالقمر في مظلم الليل البهيم، شامخه راياتها عز وفخر، وقادها للعز والعليا تميم. بيض الله وجهك. نسل بن ثاني كريم المختبر، التميمي والف نعم من تميم، طير عز في سما العليا شهر، نادر الاوصاف جسار عديم، واثق بنفسه وبالحكمه بحر، وبالسياسه فطحر ما هو غشيم، قادها بعزم الشباب وبالنظر للاوضاع بفطنه العود الحكيم، شامخ ما زلزله طعن الظهر، واثبت انه ثابت المبدا زعيم، للتطور في مسيرتها عبر، وسارت الدوحة من الرياض النعيم، واحتضن شعبه ولخصومه قهر، وما خضع وانقاد للراية العقيم، والتفاف الشعب من حوله بهر، الرؤوس اللي بها الفكر السقيم، ذا تميم المجد نبراس الفخر، من تميم العز والمجد القديم، واسأل التاريخ يعطيك الخبر، هضبة حمراء وللطاغي تظيم، والمسيره مستمره بالظفر، للعلماء عاقها كيد الخصيم، رغم أنف اللي لها كاد ومكر، رافله بالعز والممشى قويم، وابشروا بالعز قول مختصر، قالها اللي كل قوله بالصميم. صحيح. وابشروا بالخير بدوة والحضر، قالها صفوتها للعليا تميم. صحيح. وسالمه من كل شر يا قطر، عامره بالعز والنهج السليم، درة بالشرق من أغلى الدولار، وملجأ للي شكا جور الغريم، ومن نوابك شر يبشر بالقهر، ويبشر بذل على راسه مقيم، ويا عسى منه تمنى لك ضرر، ينتكس وضعه ويذهب للجحيم. آمين. وما يهزك يا قطر لعبة هكر، وما يشوه ثوبك الطاهر لئيم، شمس عزك ما يكدرها كدر، ولا يغطي نورها عجل وغيم، تشهد الأيام واشراف البشر، كم مسحتي بالوفا دمعة يتيم، شاهد غزة شجرها والحجر، ويشهدوا لك بالوفا رجال وحريم، تمت وصلوا على هذا الأغر، هاشمي البيت والأصل الكريم، ابعدد ما حج مؤمن واعتمر، وابتهل ما بين زمزم والحطيب. اللهم صل على محمد. صح لسانك ابو شامخ. صح لسانك. قصيدة وافية. سلم الله. بيض الله وجهك. الله يبيض وجهك. نعود لشاعرنا وضيفنا من سلطنة عمان، الشاعر والمؤدي وصاحب الفنون وصاحب الالحان المعروف زايد بن سالم القريني. حياك الله يا ابو شامخ. حياك ابو محمد. يا مرحبا بك. الله يمسيكم بالخير. مرحبا بك في هذه الحلقه. حياكم الله. سمعنا قصيده سمعنا قصيده بيض الله وجهه ابو شامخ والشيخ تميم يستاهل، وقضوا هالقطار يستاهلوا كل خير. بيض الله وجهه. وجهك طول عمرك. وش بتسمعنا طال عمرك؟ والله يا ابو محمد، انت قبل قلت لنا اللي قلبه خضر. نعم. الطريق مفتوح. ايوه. ابدا طال عمرك. فحنا بنختصر يعني قصدك القصيده الغزل. نعم. القصيده الغزل يقولون طال عمرك ملح الشعر. نعم. يقولون الله يطول عمرك. وقصيده الغزل ملح القصيد، القصيد النبطي يقولونه على الشعر. نعم. خصوصا القصيده لا كانت نظيفه يعني. نعم. بعيده عن الاشياء اللي تشوه القصيده. تفضل طال عمرك. سمعنا ابو محمد. سمعنا. قصيده ابيات صغيره. اي. بس لها معنى. اي. ولها لحن. لها لحن. نعم لها لحن. ودك بتقولها باللحن. والله بنقولها باللحن. وتبين نعدها اول بنعدها بعدين. ايه عدها وقولها باللحن. يقول يوم جيتك ميت كلي. اشتكي لك همي الغالي. الغالي.
قال وخر عني يولي، خلك في حالك وأنا في حالي. وأنا في حالي نعم. قال وخر عني يولي، خلك بحالك وأنا بحالي. قلت الأول صاحبي وخلي، إيش اللي غيرك يا الغالي يا الغالي؟ قلت الأول صاحبي وخلي، إيش اللي غيرك يا الغالي؟ قال الأول كنت لي خلي يوم كنا وياك يا حالي. يا حالي. قال الأول كنت لي خلي يوم كنا وياك يا حالي، يوم كان يغيظني ظلي وبالغلط كنت ألبس نعالي. يلبس نعالي بالعكس. أجل الله سامعين. يوم كان يغيظني ظلي وبالغلط كنت ألبس نعالي، يوم جيتك ميت كلي أشتكي لك همي الغالي. أشتكي لك همي الغالي. صح لسانك. صح لسانك. وش لحن هذه يا أبو؟ لحنها والله يقول يوم جيتك ميت كلي أشتكي لك همي الغالي. قال وخير عني يا ولي، خلك بحالك وأنا بحالي. وأنا بحالي. قلت الأول صاحبي وخلي، وإيش اللي غيرك يا الغالي؟ قال الأول كنت اللي أخلي يوم كنا وياك يا حالي. يا حالي. يوم كنا وياك يا حالي، يوم كان يغيظني ظلي وبالغلط كنت البس نعالي. يوم جيتك ميت كلي اشتكي لك همي الغالي. الغالي. صح لسانك. صح لسانك ابو سالم. صح لسانك. هذا يسمونه عندنا سيع. هذا ايش يسميه؟ هذا السجع. سيع. هذا لحن السجع. سجع من نوع الطارق. من نوع الطارق. الطارق هو عندنا. هو دائما يغنيه واحد ولا اكثر من واحد؟ يعني اثنين تقريبا. اثنين يتردون على بعض. اي نعم. عندنا الطارق يتفرع منه عده فروع. هو الاصلي الطارق. اي ويتفرع كان قريب على الونه. لا الونه غير. الونه بحرها ثاني. لكن الونه يتردونها اثنين. يتردونها اثنين. الونه ما تصلح الا اثنين. الا اثنين. انا سامعها. اما الطارق والسيع والردح ممكن واحد او اثنين. اثنين ولا اربعه. اي نعم. نعم. صح لسانك. ولسانك صح لسانك. نعود للشاعر، شاعرنا ابو عبد الرحمن سمطر سعيد بن محمد القرني. حياك الله. الله يبقيك. حياك الله يا ابو. الله يبقيك. الربع يبغون غزل، احنا نخلي الغزل الحلقات الجايه. بس اتمنى الغزل. عندي ابيات. اتمنى. تبغى السبب تعبر عن مضمونها ان شاء الله في الايام الجايه. يقول التجارب علمتني على الصبر الطويل. الله الله. علمتني كل صبر النهايه انتصار، وعلمتني لقطع الياس ما به مستحيل اتحرى دوره الوقت بعد الانتظار، وعلمتني بالقناعه ولو دخلي قليل اتكيف مع حياه نهايتها دمار، أتحرى دورة الوقت بعد الانتظار، وعلمتني بالقناعة ولو دخلي قليل أتكيف مع حياة نهايتها دمار، وعلمتني لا قس الوقت وعلنت الرحيل أتوكل وعقد العزم لديار العمار، وعلمتني كيف أجنب مداهيل البخيل لو حداني حادي الوقت والحظ استدار، وعلمتني كل لاشم ما هو مزبن دخيل لو لفاه اللي حدتها الليالي واستجار، وعلمتني واصل الوصل حظه ما يميل يكسب الطولات والناس تعطيه الوقار، وعلمتني صادق الوعد مكسبه الجميل، وعلمتني كل نمام يجزى باحتقار، وعلمتني كيف أميز عميل من عميل الرجال أصناف وتبين لا طال المسار الردي ولاش مالك على جيه سبيل، الصبر ما دام عندك على الصبر اقتدار، التجارب درس والدرس يعطيك الدليل، من نزل رؤوس العوالي تجاوز الاختبار. يا سلام. من نزل رؤوس العوالي صح. تجاوز الاختبار. صح لسانك. صح لسانك ابو عبد الرحمن. صح لسانك. قصيدة تنجز له حكمة وعبرة. صح لسانك. ونعود لشاعرنا المعروف عبد الهادي بن سعيد المسعودي. ابو سعيد بسيك بالخير. بسيك بالنور والعافيه. ايش تحب تسمع اخوانك المشاهدين في هذه الحلقه؟ عندي ابيات ان شاء الله تحج على رضاك ورضا المشاهدين. دائما قصايدك جزله. أقول لي تلعمر يا سعد يا رجع ورا كم سنة وترجع لي الفرصة هاللي ما استغليتها، أجاهد النفس وامسح سيتي بحسنة وأسوي أشياء انتهيت لي ما سويتها. الله الله. ليت العمر يا سعد يرجع ورا كم سنة وترجع لي الفرصة هاللي ما استغليتها، أجاهد النفس وامسح سيتي بحسنة وأسوي أشياء انتهيت لي ما سويتها، وابحث عن العلم لو هو من ورا البوسنة، لو طولت رحلتي والرجل عنيتها
فيما مضى كان وقتي في يدي مرسنة فرصة عمر يا شبابي وين وديتها. فيما مضى كان وقتي في يدي مرسنة فرصة عمر يا شبابي وين وديتها. اليوم صار الطموح مقيد فرسنة واليوم صار الطموح مقيد فرسنة ولا تحقق لي أشياء كم تمنيتها. والعمر لا زال لكني فقدت تحسنة مرتني عقودها الخمسة وعديتها. ترسنت همي وحزني فالحشا ترسنة لكني أقنعت ذات النفس ورضيتها. ما همني دام مدام سجلي نظيف وربي محسنه ما همني باقي الدنيا لخليتها. صح لسانك ما همني همني باقي لصار سجلي نظيف نعم وربي محسنه ما همني باقي الدنيا لخليتها. صادق صح لسانك صح لسانك ابو عبد الله صح لسانك ابو سعيد صح لسانك. ذكرتني بقصيده يمكن ابو محسن يساعدني عليها قصيده بن صافيه خلوني ادوج أدوج دام الرجل تجذيبي قبل الرجل تجذيبي قبل الرجل تجذيبي أي أبيات أظني ثلاثة أبيات رجلي المبدل مثل يا الربع مشتاقة ولا عيني المبدل المثل أي والله أبيات طيبة وعندي قصيدة نفس مرة حبداها لسمعها راعي قصيدة قال إني أخذ من قصيدة أي والله إني بدأت أفهم عندي فيها أي والله قصيدة بن صافية ثلاثة أبيات جاني الموت ولا جاني الشيبي قصيدة صحيحة يعني بتمر على كل واحد خلني أروح دام الرجل تمشيبي ودام ما دام بدله أبو بيحس براسي أيه. صرت لي نفس ما بدل سبحان الله صح لسانك يا أبو سعيد صح لسانك صح بدن قبل أن نعود لشاعرنا هذيب بن محمد نسمع لغز سمعكم لغز دائما سعيد قرني أبو عبد الرحمن الله يذكره بالخير يقول لي دائما يتصل معي تليفونات ويقول من محبته للألغاز يقول له عندك لغز الليلة ولا ما رسلت أنت لي لغز ولا دائما وده اسمع الغاز ويحل الغاز اللغز كويس يحرك 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 التفكير والذهن نعم ولا وله جمهور يا أبو أكيد ها جماهير له جماهير أي والله له جمهور اللغز يقول وش السلاح اللي بلا حد مسنون له مع خويه دائما دوم وقفات يعيش منهوبه مولع ومفتون هذاك ترفع له من العز رايات وش السلاح؟ اللي بلا حد مسنون بلا حد مسنون ما له حد يقطع وهو سلاح قالها سلاح سلاح وش السلاح اللي بلا حد مسنون له مع خويه دايما دوم وقفات يعيش منهوبه مولع مفتون انا اقول يعيش منهوبه مولع مفتون هذا اكثر فعلها من العز رايات عندي رمى لا لحظه هنا انا عارف اللي حل اللوز عارفه شوي وبعطيك بعود علي ها عبد الهادي اذا وصلت قل لي وصلت ما وصلت ما وصلت ابديت شوي الرجال وصل هل شوف انا عارف الواحد اللي حل له انا رمعة والله الله اعلم اظن انه هو يا بس لحظه اشوف ابو محسن عندي رمعة ما ادري يا نبي كم التاكيد 60% بس خلك اجل بنشوف ابو سامر والله انا تقريبا يعني هو بصفات الانسان وش يقول ابو سامر والله طول عمرك لسه انا ادوق بعدني بعد انا اقول من خصائل الرجال من خصائل احد خصائل الرجال لا ما هم خصائل قال لك انه شيء زين للناس كلهم شيء مطلوب شو تقول يا ابو عمرو انت وين وصلت كم النسبه بس النسبه 50 هديم انا حوله 50 بعد حول 50 نعم بما علي النسبة بس النسبة للفكرة الحل النسبة 100% وش السلاح اللي بلا حد مسنون له مع خويه دائما دوم وقفات ما كل وقفات ما شاء الله يعيش منهوبه مولع ومفتون أنا أقول يعيش منهوبه مولع ومفتون هذاك ترفع له من العز رايات هو من حرفين بدون ألف لام إذا عندك تأكيد حرفين بدون ألف لام الظاهر انك عرفته لا بالالف لا بس ممكن هم ثلاث حروف الله اعلم من ثلاث الرجال وصل ممكن الرجال وصل ثلاثة ولا أربعة ذيك الألغاز ثلاثة ولا أربعة ثلاثة بالالف لام تصير خمسة تصير خمسة نعم خمسة ثلاثة بدون التعريف وابن هاملح حل انا متاكد انا عارف وجه الواحد الى ما شاء الله الى قال لي انا حليت انه متاكد اللي جاي لك تحل الغاز دائما حتى اللي يحل اللغز تدري انه حله ما بعد حله ما خلاك تقول وش طال عمرك انا اقول العلم والله قول العلم صح لسانك بيض الله وجهك والله يا بيض الله وجهك صح انا دريت العلم
العلم. والله انا راح بالي للسان، قلت يمكن انها لسان. انا والله رحت للعلم. والعلم اكبر سلاح، الراعي. صحيح. ايش السلاح اللي بلا حد مجنون؟ انا قربت له مع خويه دائما تدوم وقفات. وقفات. متع العلم يرفع بيوت لا عماد لها. نعم. جاهليات الشرف. نعم. فهو العلم. صح لسانك صح. عليه بيت شعر. نعم. بتقول لك من صفات الرجال. كثير الربع. صح لسانه صح لسانه والله. نعود لشاعرنا هديبه بن محمد بن سالم. أبو محمد مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور والرضا والعافية. سمعنا طال عمرك اللي عندك. يقول ويل من داسه زمانه وهو ماله عضيد. والله. حدته شهب الليالي وخلته حده. عانده حظه وقف الزمان بما يريد ومرده حظه شق العمر غيره يحصده. والبلا هم اللي جا كل لحظة فيه مزيد واعتقدت إني لما انضحكت أبعد هذا اللي هم من طريقه على حبل الوريد لأجلها ضحي بما يطلبونه. ولأفقده أشكرك يا هم يا وقت الحظ العنيد فضلكم منساه والفضل لله وأحمده استفدت الصبر والحلم والراية السديد لا لقيت التايه المبتلي خذت بيده الصبر عند البلاء وأحلى من كانك شديد يوخذ برايك ومن تاه رايك يرشده الله. أعفس الدنيا وتعفس كنت المستفيد اترك الدكتور عن المجرب وانشده هو صادق يسأل المجرب ولا تسأل طبيعي صح الله بدانك صح لسانك صح لسانك يا ابو محمد صح لسانك قصيتي جزء صح الله بدانكم اعزائنا المشاهدين نطلع فاصل ثم نعود مره ثانيه هل الحق انا حياكم الله أعزائنا المشاهدين مرة ثانية ومع الشاعر راشد بن محسن الكبيدة الله يمسيك بالخير طال عمرك الله يمسيك بالنور المشاهدين معك نبغى نسمع منك مرحبا بكم كلكم تفضل طال عمرك إلى الذن المذن نجاوب على الصوت سلام فريضته فرض ولباه سنة واللي يصلي وقت والطوف هو قوت مهما يبرر موقفه فيه هنة أما جذبن اللي على الصخر منحوت أحب جزل الشعر وأجيد فنه وعقب العشامانيب لعاب بيلوت لو كنت حريفا بحكمه وصنه أما قلط المجلس علم وثبوت تجارب أصحاب العقول المسنة سلام على اللي يسولف عود وعيال هسكوت وسوالفه عما سمع به وعنه وقت مضى والقلف الشرب والقوت ولا فيه لا حقد ولا فيه منة ولا يضحك الشامت على حظ مشموت ولا يلفه الهارج على صغر سنه واللي زعل يشره ولهوم ممقوت واللي ضحك يضحك بقلبه وسنه واليوم كل عنده فلوس وبيوت وعلى رفيقه كل سيف يسنه والحبل معقود وملوي وممتوت من شاف له شي بصدره يكنه ما قصده يعدي خطا كل شفلوت لحل ما جبها عطاها لعنه من مات مات وعاد من عاش بيموت حسب العمل يجزون نار وجنة صحيح. والصوت ما ينفع إلى فاتك الفوت لو كل يوم تجر 20 ونة لو الذهب بالوزن والأرض بالفوت محدن بعامر والعمر دون ظنه وترى الردى والطين ميراث وبخوت أما جذبها الحظ ولا لجنة وبعض العرب يلبس على شوف بشوت تقدير له ومن المصايب تحنه وبعض العرب عند العرب كان الموت ما حد يحبه غير لابد منه ما حد يحبه غير لابد منه صح لسانك صح الله بدا. صح لسانك ابو محسن صح الله بدا. صح لسانك ما شاء الله وذا الحين مع شاعرنا المعروف احمد بن معلاي الكبيسي ايش بتسمعنا ابو علي هذا طال عمرك سنه من سنين عندي ضيف من دوله عربيه وديته سوق واقف اسمش وشفنا صاحب السمو الوالد الشيخ حمد بن خليفة الله يطول في عمره يعطيه الصحة والعافية وكان يمشي بدون خبرك حرس صحيح وكانوا الناس يجونه وقال اللي معاي قال من هذا فجاء في بالي بيته أقول له هذا أمير الدار ذا تاج الفخر هو صار بالراي عند الراي رايح فاصلي يا سلام وتم البيت يقرقع في راسي لين رحت البيت سويت على قصيدة بنيت عليه قصيدة بيض الله وجهك وجهك أبيض يقول يا الله أسألك بالنبي المرسلي اللهم صل طاع
طاه المشفع والكتاب المنزلي وبحق من طافوا على أم القرى أنك تيسر كل عسر معضلي. آمين. ما خاب عبد الرافع عن كف الدعاء يدعوك باسمك خاضع لك سائلي أشهد بأنك واحد فرد صمد بك يا إلهي دائما متوكلي وأشهد بأن المصطفى خير الرسل ما غيره اللي للشفاعة حاصل يا من تبك يا الله في سر وعلن واستغفرك من كل ذنب بكاهلي قال الكبيسي صاغ من حلو المثل أبيات شعر من فنون تروقلي الله هل أصفها من فوق قرطاس كمع عقد مرصع من يواقيت وحلي قد زان في جيد لمن أبدت كما بدر تجلى في سمانا كاملي أهديتها حل حيل زيرا للوغى تاج الملوك وقبلة للسايلي بحر من الجودات في كفه نبع هذا وبحره ما ذكر به ساحلي يا راعي الطولات حزات الوغى يا عاقد حبل الصعيب وفاتلي يا من ملكت عناق شعب لك وفي يا حايز الأمداح فيك المحفلي يا شهد صافي للصديق وللذي عداك يشرب كاس سم وحنظلي أعنيك يا ساس الرياسة والحكم يا سيدي يا خير أمير عادلي مرسوم بحجاجك علامات الكرم من بير جودك كان حاتم ينهلي صحيح. قالوا من أنت وقلت أنا هذا الذي بالجود والإحسان هذا شاملي هذا أمير الدار ذا تاج الفخر بالراي عند الراي رايه فاصلي هذا الذي حاز المعالي والسمو رمز بلا تشكيك عندي هايلي هذا أبو مشعل حمد نعم البطل هذا الذي للحرب سمي باسلي في محكم التنزيل ربي قد ومر طاعة ولاة الأمر نص النازلي صحيح. حب الأمير بضامري راسخ كما طود وغيره يشهد الله زايلي أبديت لك مكنون ما كان الحشا حب مع خلاص وشوق شاغلي هل كيف أغبي سيدي حب برع حالي وعيني تفضح لي داخلي لا قلت قول يعلم الله ما كمل إلا على مدحك ومدحك جازلي تمت وصلى الله على الهادي عدد ما هل وبل من غزير الوابل اللهم صل عليه وسلم صح لسانك الحين الله يسلمكم القصيد النبطي ما نبغي القصيد اللي بالعربية الفصحى خلى له هذا لكن بالنسبة لشاعرنا النبطي اللي احنا نقول عليه ودائما قصايدنا عليه يعني ما ننظم على القصيد العربية الفصحى إلا القليل لكن احنا الأكثرية كلها النبطي وهو اللي نعرف له هالحين أبو سامر بالنسبة للقصيد أنواع القصيد أنت بالنسبة لك نظمك أنت وش النوع اللي أنت تحب أنك تنظم عليه مثلاً الهجيني الهلالي تقريباً المسحوب أكثر ما نظمت على الهجيني على الهجيني على الأكثرية على المسحوب يعني أكثر القصايد وأكثر قصايد الشعراء الكبار كلها على المسحوب الشعراء الكبار الحين عرفنا وبعض الألحان اللي أنا يمكن بعضها اللي سمعتها القصيدة وشوية هذه أي أنا نظمتها بس ما أعرف والله عيب حظ أي يعني بس سليقة تقولها بس على السليقة على السليقة ولكن بالنسبة للبحور تميل للمسحوب ميال المسحوب أكثر قصيدك على المسحوب بديت بالمسحوب نعم أي أبو عبد الرحمن وش أفضل أنواع يعني عندك يعني بحر من بحور شعر نبطي أنا دائما لهجيني المنكوس المسحوب المنكوس حين ما رسناه كثير أي صحيح ثلاثة أرباع صيدي كلها على المنكوس كلها على المنكوس علشان تشعرها لا بغض النظر أي وبعدين لكن يعني بعدين صحيح بعدين أغلب القصايد هي اللي تفرض لحنها بنفسها صحيح إذا بدأ جاك شطر البيت الأول اللي نسويه هو اللي يبدأ لحنه صحيح هو اللي يبدأ لحنه لكن نفضل عندي المنكوس نفضل عندي دائما المنكوس والسخري بعض الأحيان والله أنا سخري من القصايد المحزنة صحيح حزين والحن حزين انا كتبت عليه قصايد محزنه لا لا لكن لا. المنكوس يعني ما هو بذاك ما هو مثل السخري لا هو المنكوس يعطيك باله وسير يعطيك باله فيه نفس تقدر صحيح تكتب على اي جهه تبغاها صادق السخري انت كما تلاحظ او يلاحظون الشعراء انه حتى القصايد القديمه كلها اللي تجي يعني ثلاث اربعه كلها أي رثاء وحزن وما شابه ذلك صحيح وتوجه. أنا كتبت عليه على المنكوس مثل الطويل كتبت قصائد رثاء ورثاء ولدي الله يرحمه الله يرحمه ويرحمه والدي يعني مالك للمنكوس والصخري جدا بحر المنكوس وبحر الصخري بالدرجة الأولى أي هديب شتميل لله من البحور أكثر قصائدك
اللي يكون اسهل المنكوس. عندك في الليل اميل للمنكوس اكثر للمنكوس نعم اي للمنكوس لانه من شعرنا و... نعم صحيح ونعرف له ابو علي والله اكثر ما بحور يعني. تميل لها وتقول عليها و... وتساهلها في نظم القصيده ما في وزن معين لكن المسحوب هو المسحوب هو اللي, يعني هو اللي معتمدينه اكثر الشعراء الكبار كلهم كله مسحوب ابو عبد الله والله ابو محمد اظن القصيده تبني نفسها يعني اي اي يعني البيت لياء ما تحدد ما تحدد البحر اللي بتسوي عليه اللي تبيه أي. لكن انا لل يعني للمسحوب بعد تميل نعم للمسحوب اميل للمسحوب تحب تنظم عليه نعم يعني. يكون اسهل لك في النظم المسحوب سهل أي. وتداوله يعني متداول كثير اي ودائما معظم يعني القصائد تي عليه تي تلقائيه على المسحوب اي نعم هذه لان اللحن يرسخ في ذهنك الواحد اي فدائما كل من ياك بيت لقيته على المسحوب صحيح كل من ياتك فكره وتبغي تكتب عليها انت ما تختاره لكنه هو يجي نعم. يجي نعم. بنفسه صحيح. نعم اذا المسحوب تميل له المسحوب نعم تقول عليه نعم والله اكثر الشعراء الكبار المعروفين كلها على المسحوب ابو سالم الله يسلمك وش نوعيه الالحان اللي تحب انك تنظم عليها والله وتميل لها يعني احنا عندنا في عمان نميل للبحور المتوسطه والبحر المتوسط هو ايه؟ عندكم اللي تتغنى هو المسحوب ايه؟ اللي يتغنى ايه؟ كله وبعدين هي كلها تتغنى كلها تتغنى لكن الحانها تختلف ايه؟ ولكن البحر الكبير ايه؟ اللي هو الحانه صعبه شوي اي في المغنى إيه تحب تقول عليها القصايد والله تحب تقول عليها لكنها متعبه متعبه ودك بالبحر الخفيف إيه؟ او المتوسط مثل التغرود والهمبل والطارق إيه وما بالنسبه للونه إيه؟ الونه هذا بحر الكبير احنا بعد شوي ان شاء الله انت قلت لي الحان طال عمرك الحين ودي نسمع عن الهمبل هذا همبل البوش بعد شوي ان شاء الله بسمع نعم. برجع لك الله يطول عمرك عبد الهادي نعم. ابو سعيد وش تميل له البحر اللي تميل له اكثر والله وترتاح له المسحوب هذا دائما موجود هو نعم. الهجيني ايه؟ لكن الهجيني الهجيني الشمالي ولا الجنوبي ايه الجنوبي ناس يقولون قصير كسره قريب قصير وناس يقولون طويل ايه هو الجنوبي والشمالي وبياته قليله حصلها كل اللي هو الشمالي ايه لا الجنوبي الجنوبي اي والصخري احب نظم عليه بعد الصخري كانك ابو عبد الرحمن نعم هو حزين يعني أحسه بس, يعني بس حزين يعني إذا غنيته على الحن على حسب القصيدة إي والله والقصيدة يبدأ الشاعر مثل ما قال لك مثل ما يدري أي بحر اللي بيبدأ عليه نعم وبعدين من تلحينها ومن تعرف ان البحر اللي انت خذيته اللي انت سويت عليه والشاعر الماهر يمر على البحر كلها سهلة ما عنده مشكلة ما عنده مشكلة ما عنده مشكلة إلى جاه أبدا أول بيت مشى مرة وبعدين بيبين يعرف من هو ايش البحر اللي هو عليه صحيح مثل عمرها قصيدة صحيح ابو محسن وش البحر اللي انت تحبه قصايدك مجمل قصايد والله قصايد وترتاح له متوزع على البحور ما به بحر ما به بحر معين كلها واحد عندي البيت الاول اللي تبنى عليه القصيده تكمل عليه القصيده يعني ما عندك بحر معين تحب انك تنظم عليه كلها واحد عندي كلها واحد اي يعطيكم العافية والله الله يعافيك الحين نرجع لشاعرنا سالم بن حمد الهاملة مرحبا بك أبو حمد تبقى الله شاعر المبدع الله يرحب بك على فضله وش بتسمعنا طال عمرك بسمعكم اللي نتمنى إن شاء الله أن يحوج على أرضاكم إن شاء الله قصائد كلها جاهزة لها يا أبو قصيدة تعبر عن نفسها يقول واجد رقوما على الجوال ضيفها ويقل هلي مهوب قليل مفودح حشاكم والمستمعين واجد رقوما على الجوال ضايفها ويقل هاللي مهوب قليل مفوده أضيف لي ناس لمجامل عواطفها لو أنها في الحقيقة شبه مفقودة ومن بين هاللي تشرفني مواقفها لكن على صابع الكفين معدود ومن بين هاللي تشرفني مواقفها شرواكم شرواك الطيب ومن بين هاللي تشرفني مواقفها لكن على صابع الكفين معدودة كم هقوة قلت عند الله خلايفها لا شفت كل الدروب البيض مسدودة أكثر علاقات تالي الوقت عايفها ما دامها بين مذمومة ومحمودة لو زينت لك فلا ثامن قذايفها لو كان ما هي في الحسبان موجودة لو زينت لك فلا ثامن قذايفها لو كان ما هي في الحسبان موجودة الغلطة اللي من الصاحب تزلفها على سبيل إنها ما هي بمقصودة ثنتين منه تحملها وطوفها والثالثة في سلوم القوم مردودة
ثنتين منه تحملها وطوفها، والثالثة في سلوم القوم مردودة لا شك، ما كل نفس ذات تصرفها، بعض الرياجيل طبع فايق الجودة، يحفظ سلوم النشامة ما يخالفها، ويداري معاته بالطيب ومنقودة، العالم أجناس لكن من يصنفها، ويعامل الناس كل حسب مجهوده. السلام عليك وسلامتك. صح لسانك جوهرة جوهرة. صح لسانك والله. صح حكم حكم ضغط على صبي. صح لسانك لكن بها حكم. الله يسلمك طول عمرك. ونرجع للحين لابو عبد الله. مرحبا ابو محمد. الله يطول عمرك، وش تحب تسمعنا طال عمرك؟ والله عندي ابيات حلقتنا هذه ما شاء الله مشكله. نعم. مثل سله الفواكه. وهذا الافضل. اي وهذا المطلوب. اي والله. نعم. ما شاء الله عندي ابيات بعنوان ليله شتاء. يقول البارحه يا صاحبي ليلتي غير. ليله شتاء في هدفه غير عادي. هادي. تخربطت كل المشاعر بتاثير جوك، وانا من قبلها كنت هادي. الله الله. أنفاسها تهبط بي شوي وتطير، وبروقها تضرب على كل وادي. الله. وبين العرى والستر لذة وتخدير، قيبوبة وصحوة وضيعة مبادي. الله أكبر. وبين العرى والستر لذة وتخدير، قيبوبة وصحوة وضيعة مبادي، لكنها نشوة تخطت محاذير، ساقت سحايبها علينا تمادي. عجز تدور عن سبايب وتبرير، وبين الظما والجوع شربي وزادي. وش عاد لو تهنا وخذنا مشاوير، وش عاد لو تهنا وخذنا مشاوير، ورحلاتنا بين الحضر والبوادي، إذا ضمينا دربنا باخره بير. يا صاحبي ماني عن الدرب غادي، أنت اختصرت الدرب ما منك تقصير، وأنا تبعت البوصلة باجتهادي. بالمختصر لو قلت لي هات تفسير، توتي ورماني وأبيض زبادي، خلطة وحيدة ما لها أي تقدير إلا على نهجي ورغبة مرادي، صارت بنا والتاء تحتاج تغيير، جمهور سداوي وفوز اتحادي، والبارحة ملعب وجمهورنا غير، صيحة مشاعر ما لها أي نادي. الله الله. صيحة مشاعر ما لها أي نادي، لا سداوي ولا اتحادي. هذا ايه على أيام الاتحاد. ايه ايه ايه. صح لسانك. صح لسانك. صح ابدنك. بيض الله وجهك يا بابا. وجهك أبيض. بيض الله وجهك. أعزائنا المشاهدين نتوقف مع هذا الفاصل. أنا رجعنا بعد الفاصل لشعراءنا وهذه الحلقة، ونسولف مع أبو سالم. الله يسلمك. أنا كنا نسولف قبل الفاصل. نعم. عن الألحان. نعم. والألحان مالها حد كثيرة. والله كثيرة الألحان. نعم طال عمرك. فذكرت لي طال عمرك لحن الهمبل. نعم. نبغي نشوف نوعية لحن الهمبل هذه وطريقة النظم عليه الشعر واللحن نفسه. وش الهمبل هذا طول عمرك يستخدمونه؟ متى يستخدمونه؟ اي يستخدمون الهمبل عندنا، في عندنا مركاض عرضه 600 متر. اي عرض. عرض. نعم. مركاض عرضه 600 متر للمطايه. نعم. ناقتين رباعه ويركبونهن رجالين ويسمونه ركض الحشمه. اي هذا اللي هم يوقفون أيه يوقفون ولا عليه، واللي أيه واقف راكب مكبب، اللي هم اللي تماسكون ذولا. أيوة. الثنتين اللي في جنب بعض. الثنتين اللي في جنب بعض. اي نسميه ركض العرضه. اسمها ركض العرضه. ركض العرضه. نعم. واسمها ركض الحشمه. ومنين جاء المسمى الحشمه؟ الحشمه انهم معناتها انها ما ناقه تتقدم على ناقه. على ناقه انهن يكونن متباليات. أيه. نفس الشيء يعني اهلها اللي راكبينها. اهلها اللي راكبينها ما حد منهم يتعرض. ما حد يتقدم. أيوه. ولا حد يقف. يا سلام. سموهم ركض الحشمه. ركض الحشمه. نعم. احترام. طيب فقبل لا تدخل المطايا المركاض. نعم. لها قصيده يمكن من 4 بيوت او من 8 بيوت. هذه ويسمونه الهمبل البوش. همبل البوش. نعم. نعم. يدخلون في المركاض ويشلون الهمبل لين اخر 600 متر ويرجعون مره ثانيه من البدايه ويركضون. الاثنين اللي راكبين؟ لا كلهم. كلهم. كم ناقه يكونون؟ 20 25 30 50. وكلهم يغيرون مع بعض؟ لا يمشون اول شيء. يمشون شالين الهمبل. الهمبل. ويرجعون مره ثانيه يصفونهن على بدايه المركاض. ايوه. ويطلعون ثنتين ثنتين. ثنتين ثنتين. شلت الهمبل حق المشي. حق المشي مجموعة. مجموعة. أي. ونعم.
نسمع ابياتها. ف وانا جاي الدوحه نزلت في المطار اي وشفت الدوحه شبه انها تضحك. يا سلام عليك. تضحك لاهلها بقول من فرحه الدوحه تبسم تضحك لمن شيد بناها. سلام عليك. تضحك وكل الشعب ملتم تحمي حما شيخا حماها تميم يعله دوم يسلم للطايله على علاها يا رب نصرك له وينعم والمحسده ربي عماها. بيض الله وجهك. فالشلة تقول اي شلتها من فرحة الدوحة تبسم تضحك لمن شيد بناها تضحك وكل الشعب ملتم احمي حما شيخ حماها. بيض الله وجهك. تمام يعلى دوم يسلم للطايل على علاها يا رب نصرك له وينعم والمحسد ربي عماها. آمين. طبعا ايش الاول شيء ايش الواحد وهم ماشيين بالهجن هم ماشيين في ماشيين ايوه أي. ماشيين بالهجن وبعدد معين ولا عدد الهجن وهلا عدد كل عدد الموجود كم العدد الموجود ايوه لا لكن يعني احسن الشله اللي يشلونها أي. عشرة بدايه وعشرة في النهايه وعشرة في النهايه, نعم. اي بيض الله وجهك. هذا الهمبل اللي يسمونه همبل البوش هذا همبل البوش هذا همبل البوش ويشلونه في هذا الوقت. بيض الله وجهك. وجهك يا بيض الله وجهك. جزاك الله خير. بيض الله وجهك. نعود لابو سامر. حياك الله أبو سامر. هلأ. الحين طال عمرك بالنسبة لي قلت لي عن القضوة. نعم. عن القضاء العشائري. القضوة اللي هي نعم. اللي هي العشائرية. نعم صحيح. إيه. الحين رجال مثلا متى يكون اثنين يروحون للقضوة متى يعني في كل القضايا ولا فيها أشياء ممكن إن الناس يتسامحون عند ناس بدون ما يروحون للقضوة ما يروحوا للقضوة يعني في ناس أدنى من القضوة في أدنى من القضوة اللي هي الجاهة اللي هي الجاهة الوجاهة اللي هم ناس يروحون في طلبة بيني وبينك مثلا ايه؟ على شيء معين مختلفين على قطعة أرض على مال على حلال ما يحتاج هذه القضوة هذا يروحوا مجموعة عشرة من هالزينين نعم ويجوا على أبو محمد يقول ايه؟ أبو محمد والله إحنا جايين الله لك على هالقضية اللي بينك وبين أبو سامر نعم والله وانتوا ناس طياب وتستاهلوا الكرامة ودنا تنازلوا لبعضكم ويحاولوا يصلحوا الموضوع قبل ما يروحوا إذا كم يكون عددهم مثلا؟ العدد مو شرط ممكن يكون مو شرط ممكن يكون عشرة حسب ايه؟ حسب حجم القضية اي أحيانا اثنين يتهاوشوا يضرب واحد يسيل دمه مثلا لازم يكونون مثلا يعني كبار في السن مثلا ولا حي لا لازم يكون من وجهة العشيرة من وجهة يعني من المخاتير مقدرين يعني المقدرين اللي هم احترام ايوه اصلا صاحب العلاقه هذه يعني جاهيه يسمونها جاهيه احنا نسميها الجاهه الجاهه احنا الجاهيه هي الجاهه ماخوذ من بعضها اي هذه كثير من القضايا تنحل بدون القضاء العشائري اي هذا بالجاهه هذا اللي ابغى اوصل له هنا احيانا في موضوع ثاني اي تنحل القضيه بدون قضاء عشائري مثلا انا اخطيت عليك نعم خطا واضح نعم يروح هالجاهه يقول والله يا ابو محمد احنا جايين على القضيه اللي بينك وبين ابو سامر نعم ودنا نحلها تقول حياك والله تجوني وتقعدوا للي افرضه انا اللي اطلب ما دام انكم يعني رضيتوني رضيت انت يا صاحب العلاقه انت اللي عند صاحب الحق اي تجي هالجاهه وانا اجي مع الجاهه ونقعد يقول صاحب العلاقه اللي هو المخطي لا المخطئ عليه اي يقول حياك والله انتوا جايين تصلحوا بالموضوع نقول اي والله حياك نعم جايين يقول اعطوني كفيل باللي اطلبه اعطوني كفيل اي ودي اطلب افرض عليكم ما دام انك جيت يا المخطي مع الجماعه الجاهيه ذولا ايوه جيت معترف بخطاك ايوه والان انا ودي افرض عليك واطلب عليك اللي اريده لازم كفيلك موجود اطلب كفيل ما يختاروا اي كفيل نعم الا كفيل رجل مليان بين الربعه اللي يومنا يكفل يسد نعم. يدفع صحيح يكون كفيل وفاء يسموه صحيح يقول كفيلك فلان يبدع صاحب العلاقه اللي هو المخطى عليه يقول أنا طالب كذا وطالب كذا سواء أنه مال أو حلال أو كذا في بعض الناس يطلب يقول أنا طالب 100,000 واحد ضرب مثلا واحد ضرب واحد بعصا وسال دمه وجوه بالطريقة هذه نعم يسموها عندنا أنه يجي لحم هميط
يقول تعال تجيني لحم هميط ايه مثل ما اريد اقطع منك ايه يحط الكفيل قال ايه قال انا طالب هذه طال عمرك عندنا يجي مثلا المخطي مع الجاهيه آه وهو اللي يتكلم يقولون الجاهيه انت قابل الرجال آه انه تعطيه حقه تعطيه حقه فانت اللحم وهو السكين نفس انت الهبره ايوه نقول احنا ايه المخطي يقول يا رجل انا جاي لك وقاعد عندك ومتحني نعم ومتثني وانا الهبره وانت السكين انا اللحم وانت السكين اه بس يقول انا طالب 100,000 ايه يقول حياك الله مين كفيل في كفيل نعم الان 100,000 اذا ثبت ودقر عليهن نعم والله غير يندفع يتدخل الجاهل ايه يقول ابو عبد الله مثلا وش تفوت لنا من الجاهل الكريمه نعم حتى اول ما يبدو بالله سبحانه وتعالى صحيح يقول يا ابو محمد اظن طلبت 100,000 و100,000 كثيرات وش تفوت لوجه الله يقول انا تارك منها لوجه الله 50,000 نعم يقول وش تترك للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح. يقول انا تارك 10,000 يقول وش تترك لهالجاه الكريم لهالوجوه الطيبه اي يقول انا تارك كذا احيانا يطلعوا المهم تروح ولا حاجه احيانا بل وجي بل وجه هذه اسم الجاه هذه تصير في كل مكان ايوه هذا الجاه أيوة عند القبائل تصير نعم يعطيك العافيه والله يعافيك هذه اللي انا ابغى اوصل لها الجاه نعم اي اللي هي الجاه غير القضوه غير القضوه نعم غير القضوه صحيح اعزائنا المشاهدين نقدم لكم هذه الفقره المختاره ثم نعود مره ثانيه هات القلم بكتب بيوت صرايح أبيات شعر من لذيذ المذاقي البارحة نومي من العين شايح وانس بقلبي مثل ضرب السناقي ونوح يوم أسمع من الورق نايح وذا شكل من مثلي من الوقت شاقي يقول من هابت عليه القرايح لجت هواجسه لهن اصطفاقي تعبير قال اللي له الوقت تايح فرصه يسبح في بحور نغماقي هم من يعالجني ويبري الجرايح وهم من يحطمني وينوي غراقي يا درب ناصر ثقت شر روايح من مزنة براقها له شعاقي دار الأخوي ودار زاه المدايح شيا لحمل كايد ما يطاقي هو درعي الضافي لصح صايح هو سيفي القاطع نهار الملاقي هو سعرنا يوم الليالي شحايح اخ حنون اللي علينا يتاقي رحت وانا في ربعة البيت طايح واجحت صوابي كانما بعواقي مد ودهن حيران والعقل رايح يلعب بي الهاجس ببحر اشتياقي هذا وانا دمعي على الخد سايح من عيني القشرة الى عظم ساقي والصبر زال ومني السد بايح وفرق العصر ممنونة من احراقي والله يا لا للام وادرى الفضايح لا صيحب على الصوت يوم الافراقي لا والضلوع ملبسات صفايح من حادث الجمعة تفتق بتاقي أشوف فوق الدار منكم لمايح رسم لكم وثرا على الدار باقي مالي بها عقب الوجيه السمايح بعد السفر ظلما عليها رواقي دنيا العنا ما شوف منها ربايح كم فرقت من معتلين المراقي غدرت يا مستمع للنصايح وخونت لو عهدت باتفاقي رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين والمجلسنا ولشعرانا اللي معنا في المجلس ونحب نسولف مع أبو سالم الله يسلمك عن الفنون تختلف البحرية عن البرية نعم تختلف والحانها تختلف والحانها تختلف إيه لو بقينا مثلا البرية
والبحرية نقدر نحصي عددها ولا ما نقدر؟ والله بالنسبة للبرية هل هي محفوظة كلها؟ أكيد أكيد كلها محفوظة يعني محفوظة موثقة 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 نعم كل شيء أي كل شيء طيب موثقة. أهلها طال عمرك اللي أدونها اللي أدون الفنون هذه نعم موجودين ولا اندثر وراح الا اندثر ولا الباقي يمسك يعني فيه ناس في ناس عوض لهم اي اللي روح راح لكن اللي عقبه موجودين يعني التراث هذا محفوظ التراث محفوض محفوظ وهل اللي يأدونه محفوظين اي نعم ولكن يختلف تقول لي الفنون البحريه عن البحريه تختلف عن البريه وش الاختلاف في وجه الاختلاف الاختلاف يعني في طبعا في الاداء يختلف وبتلقى احيانا اللي عنده الفنون البحريه أي. ماسك من الفنون البريه من فنون اهل الباديه اي الشخص اللي تربى عنده اهل الباديه وهو من 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 البيئه البحريه أي. مسك منهم خذ منهم لكن اهل الباديه ما يقدر ياخذ من اهل البحر اي يعني البدوي ما ياخذ ما يقدر لان فنون البحر ايوه فنون البحر تختلف نعم. وبعدين فيها طق وفيها ممكن ايوه فيها اشياء وايده يعني اشياء كثيره اشياء كثيره فيها ممكن آلات موسيقيه نعم يمكن نعم. تدخل فيها حتى الفنون الفنون البريه الفنون فيها البدويه فيها. دخلوا عليها الموسيقى ودخلوا عليها الحاجات هذه لكن فيه بعض التراثيات البريه والالحان البريه ما اعتقد انه يدخل عليها يا ابو سالم مثل التغروده لا الوقت الجديد ذا ايه؟ دخلوا التغروده دخلوا عليها موسيقى والهمبل دخلوا على الموسيقى طيب هل هو ما ينقص في قيمة اللحن؟ لا لأنه لأنها تراثية تراثية أغيرها من صنعها في نوتة تخص بالموسيقى ايه؟ والنوتة ذي دارسينها أهل الموسيقى ايه؟ يركبون عليها له اللحن له اللحن على لحنها نعم. على لحنها نعم نعم. لكن ما يغير في صورتها يعني من وجهة نظرك هو يغير حتى شكلها يغير أيوة؟ سماعها نعم. لكن تبقى هي ركيزة ثابتة اي اللحن هو بس ما عدا نوتة الموسيقى اي تبرمج الشلل اي فيه ابو سالم سمعت هذه اللي يجون مثلا في العراس وفي الاعياد الوطنية وفي الافراح اللي يمشون وبعدين يغني واحد وينهمون وراء الجماعة هذول شو اسمه ذا؟ هذول طول عمرك أهل المنطقة الجنوبية أهل صلالة أي وش اسمه اللحن هذا والله هل هو بدوي ولا بحري؟ لا هذا مثل بتقول بدوي أيوه أقرب للبداوة أقرب للبداوة نعم. لأنهم يسمونه هبوت ويسمونه يعني هم على اسمهم يعني أي طيب هل هو للرجال ولا للنساء للرجال بدون اشتراك النساء أي هذا النساء عندهم هم فن عندهم فن مختلف هو هم عندهم الهبوت وش اسمه ذا اللي الهبوت لا اللي هو الهبوت هي الهبوت هذا اللي يغنون الرجال هم يمشون وحد ماسك سلاح وحد صح ماسك صح الهبوت اي نعم اسمه الهبوت أي. عندهم هناك يسمونه في صلاله اما احنا عندنا وتختلف الفنون من منطقه الى منطقه تختلف. اي صحيح احنا عندنا في الباطنه نعم في الباطنه عندنا فنون اهل الباديه اكثر أي. ومتمسكين فيه اي تميل لانهم اكثرهم بدو تميل للهجن اكثرها اي وتميل لان الهجن متوطنه أيه. في الباطنه وتميل للخيل اي بما ان هالمنطقه الشرقيه عندهم الخيل اي فهم متمسكين بهمبل الخيل اي واهل الباطنه بما انهم متمسكين بالمطايا البواطن الهجن متمسكين بشو اسمه التراث البدوي الخاص بالهبل بالابل بالهجن وبلبل اي بما انهم اهل الساحل او اهل البحر بنقول نعم على البحر نعم متمسكين بعادات واهل البحر اي يعني كل حد ماخذ كل ناس ماخذ تراثهم نعم 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 يعطيك العافيه الله يطول عمرك بينت لنا شيء كثير الله يطول عن الفنون التراثيه ذي اعزائنا المشاهدين في نهايه هذه الحلقه نسمعكم هذه الجره على الربابة
بذل.